ولكن بالامكان عندنا وسيله كمواطنين مغاربه، الا كانوا مغاربه رجال وكانوا شجعان وكانوا مؤمنين ديال بصح اللي عندنا امير المؤمنين. ها هو عندنا رمضان، رمضان كنديروا العكس، كتقول لك القفه كتزاد في الشهر ديال رمضان. علاش؟ لان المغرب كيبقى يطيبوا الشهيوات، علاش ما يصوموش رمضان ديال بصح؟ من على الحريره بطبوط بزيت العود بزيت الحاره عادي، داكشي اللي مخطو على حقه وطريقه بسيط كما كانوا كيديروا المغاربه. الشباكيه ضروري، ولكن ديك اللهفه ديال داك السمك اللي كيولي ب 100 درهم 30 درهم انا ما ناكلوش في داك الشهر، خليته لك كلو انت، سير صدرو خذ فلوس شبع. انا بغيت لاجر مع الله داك الشهر، انا العام كله وانا كناكل وكن راه ماشي كان ما كيموت بالجوع، نكونوا واقعيين حتى واحد ما غادي يموت بالجوع. ولكن هي كظروف كتضغط المواطن، كتخلي حتى هو مستريسي في دارو، مستريسي مع ولادو، مستريسي على المراه، لانك انت خصك تاخذها من هذه الناحيه كامله، ماشي ناحيه صافي زدتي راه ساهله. شوف العواقب النفسانيه ديالها على الراجل، وذاك الراجل اللي كيولي هو ضاغط على الزوجه، كنقول العين فعلاش كيولي، وعلاش كيولي الضغط على الدراري؟ راه هذا هو اشكال، علاش كيولي عندك الاجرام؟ هادو كاملين اسباب دراسه، الا درتيها في دراسات علم الاجتماع غادي تلقى كلشي مرتبط بشي مجتمع. راه ماشي هو عا هو اش دار، جا مع هو راس مالي وباترون من حقه، العقليه ديالو جا طبقها، باع وشرا في المغاربه، كيزيد في هذه شهر كيقولوا راه ورقه سمنه للصباح، كتلقى راه زيد في حاجه اخرى، كينقص لك من الزيت كنزيد لك مثال ما غينقص لك فيه، الغد اللي كدور الهضره كتنسى راك زادك عاوتاني في المازوت، زدتي في هذه عاوتاني زيد عاوتاني دوز شهرين. ولكن علاش؟ حيت كيما قلنا الانسان عندك وسيله، انا كنقول بنادم عنده الوسيله انه ما يصرفش، يقدر الضروره مثال اللي عنده الكره اللي عنده الضو اللي عنده الماء اللي عنده المسائل الضروريه ديال الحياه، الماكله يجلس مع ولاده يريح كاب اسره مسؤول راعي المسؤوليه، يقول لهم شوفوا ولادي مرته غتفهم ويقول لها شوفي اش واقع اش واقع اش واقع. انا ماشي غادي نتقشف، ولكن ظروف حنا غنعيشوا نهار بنهار، حنا ما غنديروش ذاك الضغط ديال هذه الحياه غدا ما عرفتش فيها. شوف حتى الصباح اليوم عيش اليوم مقاد مع عرتك ولادك، قول لهم اش واقع اش واقع، قسم الله غادي يرضى وغيفهموا ولادك، لانه ماشي ما فاهمينش اش كينكون شي عارف. سيدي وخلينا لك داك الشيء، راه هذيك الخضره شبع بها شي مطيشه وحده قاده، الجبيضات راه قادين، شي خبزه تقولها بسم الله قول الحمد لله راه قادين، الخبز هو تيعاشوا به المغاربه السنين، وتخاف يجيك سبع العجاف اش غدير فيها؟ اشوي واحد ياكل بعضياتهم، خصك تكون هنا مجد لا مسؤول وتسناها غادا تجيك. ها هو نصرك الله وعطاك الله وصبت الشق وصلينا صلاه الاستسقاء وخرجنا، علاش؟ باش تصب الشق، باش ما يكونش الغلق، ما يكون كلشي زوين، هو بالعكس يكون كلشي زوين، علاش؟ حيت انت عارف واحد اخرين ما شراوش النص ديال المغاربه، النص اخر راه غادي يشري، يشريك عاد الثلث وانت زايد عليه، داكشي ديال البيع والشراء دار في بنادم الماركوتي. ولكن خاص المغاربه يتحدوا في الفكر واحد، لان الله كيقول في القران في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغير بانفسهم، الا غيرنا نفوس غدا الصباح هاد المغاربه كاملين، وبينوا على المغاربه نيت في التيران فاش قاطر فاش قالوا لا اله الا محمد رسول الله وشعارهم الله الوطن الملك، غادي يوقفوا واحد الوقفه ويكونتروليو راسهم نهار رمضان. احبس اسيدي شهر ما دامش الدراري باغيين عا يلعبوا، جمعنا فلوس العيد الدراري بركه الدراري، هذيك الاجواء ديال العيد يقول لك كلشي كيشرب الحريره، كلشي غادي يشرب، في الاخر غيمشي عزك الله الخاله ومن مورا غيمشي ينعس، واحد اخر غيمشي يصلي، كل واحد وفين داته الوقت. ولكن انا نقدر نعرف نعيش، ولكن الدوله وفرت لك الاسس، وفرت لك مثال التعليم اش دارت لك؟ وفرت لك مدرسه عموميه كتخلصها 30 درهم في العام وسير تقرا، موفره لك استاذ ديال لونجلي ديال المانيه ديال الاسبانيونيه فيزيك الماط كيخرجوا انجينيور. انت بغيتي تتعلق فين تفلق، بغيتي تقري ولادك في الفلوس 3000 درهم 4000 درهم، انت اللي تحمل المسؤوليه ديالها. اما قلت لك الدوله ماشي الحكومه، حيت هذا الشيء مبني من القديم من عهد محمد الخامس الله يرحمه، وغادا بسياسة حسن الثاني الله يرحمه، وفي عهد محمد الله ينصرو والولي العهد ديالو كاملين والمغاربه كاملين، لان الله اللي قال الى المشرق والمغرب والحمد لله احنا مغاربه، بغينا يكون المغرب كبير هما ما بغاوش، شغلهم هذا. المهم احنا نكونوا وطنيين، بلادك عطاتك وصلتي 40 عام واكل شارب بصحتك هذا، يعني احمد الله وشكر عندك نعمه الامن. ودابا ما عندكش السمعه ديال ولي الامر ولا عطاك سميه على برا، شكون عطاك؟ عطاك اخ نوش ولا بن كيران ولا فلان ولا تلان؟ انا عطاك ولي الامر ديال، كون ما كانش ديك السمعه مقاده وكاينه هذا من فضل الله، يعني انت واجب عليك بالدعاء ليه، كيما عندك باك تدعي معاه راه كذلك، هذا هو الاصل. هذا التعليم
وفر لك اساسيده، وفر لك مدرسه عموميه فابور، كتاخذ ادوات فابور، كتاخذ شكاره فابور، طابليه فابور. ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك فلان اللي دارهم ولا دارهم. يعني كدوله من ناحيه الصحه 11 مليون مغربي عنده الراميد، ودخل ديريكت في لاسينيسيس من غير القادرين على اداء الواجب. يعني هذا من فضل الله، شكون عطاهم لي؟ عطاهم فلان ولا مشروع ملكي؟ يعني ها ولي الامر ديالك، ماشي حكومه عادي فعلات، ولكن ماشي دارت لك شي حاجه جديده من عندها. ها ثاني حاجه السكن، وفرات لك، قالت لك هو السكن الاقتصادي، انا ما نقدرش نعطي الديور ونخلصهم، وفرت لك ابناك، قلتي الريبه، انا وفرت لك بنك اسلامي. سير ها انت هنا وسير قضي مع راسك. يعني كدوله نحاول الدوله الاجتماعيه وفرت لك الاسس ديالها، كيبقى الرزق ديال الله. انت وسع بغيتي دير الماركتينغ، بغيتي دير البيع والشراء، بغيتي تكون موظف، انت والهدف ديالك، شوف انت والهدف ديالك اش بغيتي تكون ديك الساعه. اما الدوله موفره لك كل شيء، بحال تيدير مقاول ذاتي، مقاول ذاتي يسير المبادره والتنميه البشريه، كيعطوك دعم مالي، كيوفروا لك بالالات، ودير المشروع ديالك. يكذب عليك الكذاب، هذا واقع كاين، كيشوفوه باش يمشيو للدراري، وحتى حنا اللي انخرطت فيه وعيطوا لينا وكيديروا لك دوره تكوينيه في العماله. ما كديرهاش لك الجامعه منتخبه، ولا كديرها لك السلطه، لان كدوله، لانه من المبادئ ديالها كتوفر لك. اللي ما لقيتيش هالكين البديل، يجي اللي عندك. عندك 40 عام، 45، 18 عام، 20 عام، 24، عندك شاب جيت تقيد في القسم العمل الاجتماعي المبادره والتنميه البشريه، راه ضروري غادي تستافد، كتكون شهرين. يعني من واحد الحوايج اخرين كاينين حوايج نكونوا مدعيين موفراهم لك كدوله في هذا الوقت اللي كلشي متربص بك. الله كيكون فوق الشيطان الرجيم، قل كل متربص فتربص فسلام من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يعني كلشي متبعك، يعني خصوصا المغرب المورا المونديال ديال قطر، العين عليه كثيره، هذا واقع. يعني كل شيء واحد غيبغيك طايح، كاش بغيت في اي مجالات. يعني بالعكس حنا خاصنا نصبروا ونعاونوا الدوله كدوله، ولكن عندنا وسائل اللي نقدروا نغيروا بها هذه الحكومه. سالينا ما غدوش على كاع انتخابات جايه، انتخابات جماعيه جايه، اي حزب غادي تحبس كاع منه انت سير. ولكن كنوصي بنادم خاصو يمشي ينتخب ويقول لي على الاقل الكلمه ديالو، وخا ماشي الانسان كيخليها خاويه كيجي كيقول لك علاش فلان دار. انت ما دويتيش عليه، ما صوتيش، خليتي واحد اخر صوت عليه وصله، وانت كتجي كتناقش. لا انا كدوله وفرت لك اسس مسائل كيفاش دير لي، وانتم انخرطوا بيناتكم، ديروا احزاب، ديروا جمعيات، تقيد بجمعيه الاباء وكون فيها مستشار، ونخرط ودير مدرسه العموميه تكون مدرسه احسن مدرسه الخاصه. وفرت لك مدرسه العموميه انك دير تدخل في جمعيه الاباء وتكون عندك دور فعال وتنمي المدرسه العموميه. يعني بزاف عندك وسائل باش تخدم، خاص بنادم يتحرك بشي حوايج، وهما الهاونه بشي حوايج. والله يحسن العوان، ولكن خاصهم يتقوا الله بشي يتقوا الله، والله يرفع علينا الوباء والغلاء، لان مرتبط ديما الوباء مرتبط بالغلاء، وهذا والله مرتبط الوباء والغلاء، والله يرطف بينا وان شاء الله يكون الخير. حنا ديما كنتفائلوا، لا نتفائلوا خيرا تجدوه.